السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. يا ريت لو أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى توصل بكل جديد، ولو عجبك الفيديو في النهاية طبعا ما تنساش تضغط لايك. طبعا في الحلقة ديت هنتعرف مع بعض أو نشارك مع بعض فكرة مشاركة الهاتف على الشاشة أو بس شاشة الموبايل على شاشة التلفاز أو التي في. طبعا الفكرة بسيطة جدا، كل اللي احنا محتاجينه شاشة من نوع سمارت أو شاشة ذكية وهاتف يدعم هذه الخاصية. طبعا هنا معانا هاتف لينوفو. طبعا هنا زي ما احنا شايفين مع بعض في خانة او في امكانية ارسال الشاشة، هنضغط عليها مع بعض. طبعا هنا بيظهر لك الواجهة ديت، بيقول لك مفيش اجهزة ظاهرة، فاحنا بنضغط على مزيد من الاعدادات. بعد كده بنشغل بس الشاشة وننتظر شوية لما الموبايل يتعرف على الشاشة. طبعا هنا ظهرت معنا نوع الشاشة سامسونج LED. طبعا نضغط على ضغطة كده بيبدأ يظهر معنا على الشاشة ان هو جرى الاتصال بالهاتف. طبعا بعض الشاشات تطلب منك ان انت لازم تضغط موافق. طبعا هنا الشاشة بثت معانا وظهرت معانا بشاشة كاملة على التلفاز. طبعا اي حاجة بنعملها على الموبايل تظهر معنا على التلفزيون، يعني ممكن نشغل فيديوهات، ممكن نشغل العاب، ممكن نشغل برامج تطبيقات، ممكن نشغل يوتيوب، اي حاجة احنا عايزينها بتشغلها على الموبايل بتشتغل مباشرة على التلفاز. طبعا الشاشة ظاهرة معانا بشكل عمودي علشان طبعا الموبايل بشكل عمودي، بس لما نشغل اي فيديو على الموبايل او اي حاجة بشكل رأسي طبعا الشاشة بتبقى معانا شاشة كاملة على التلفاز، يعني الفيديو او اللعبة بتاخد الشاشة بالكامل، تحتوي الشاشة بالكامل. طبعا هنا عندي مجموعة من الفيديوهات، اي فيديو على الموبايل ممكن اشغله على الشاشة او اي فيلم او اي مسلسل او اي برنامج. طبعا الفكرة بسيطة جدا، كل احنا محتاجينه بس شاشة تكون سمارت وموبايل يكون يدعم الخاصية. طبعا في بعض الموبايلات لا يدعمون هذه الخاصية، وفي برامج بتقدم الخاصية ديت هنقدمها ان شاء الله في فيديوهات قادمة. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض شغلنا فيديو ظهر معانا لو كبرنا الفيديو او صغرناه. طبعا ده كله بيتعامل على الموبايل، اي حاجة تعملها الموبايل بتظهر على الشاشة. طبعا لو رحنا مع بعض على اليوتيوب عايزين نشغل اي فيديو على اليوتيوب طبعا برضه هيشتغل معانا بدون اي مشاكل. طبعا هنا دي مجموعة من الفيديوهات الموجودة على القناة، هنشغل اي فيديو احنا محتاجينه. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعض ده فيديو من فيديوهات القناة، طبعا زي ما انتوا شايفين واخد الشاشة بالكامل، وده على اليوتيوب يعني على الانترنت. فأي حاجة زي ما احنا شايفينها او زي ما احنا قلنا اي حاجة بتحصل على الشاشة مباشرة بيتم بثها على شاشة التلفاز. وده كان موضوع النهاردة. طبعا لو عجبكم الموضوع ما تنسوش تضغط لايك، لو اول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة، وطبعا تفعل زر الجرس حتى توصل بكل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.